في 7 أيام لا مفاجأة في ترشح السيسي للرئاسة في مصر. القمة العربية، الصحف متشائمة. هل تصلح زيارة أوباما للسعودية العلاقات المتوترة بين البلدين؟ تفسيرات الصحف للغز الطائرة الماليزية. وأردوغان يغرد خارج السرب. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في برنامج 7 أيام من بي بي سي، نناقش فيه تغطية الصحف لأهم قضايا وملفات هذا الأسبوع، ومعنا لمناقشتها حسني إمام رئيس رابطة الصحفيين الأجانب في بريطانيا، نبيلة رمضاني الكاتبة والصحفية في صحف بريطانية، الدكتورة خولة مطر رئيسة تحرير سابقة لصحيفة الوقت البحرينية، ودكتور محمد قواس الكاتب والصحفي. أهلا بكم. إعلان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق ترشحه رسميا للرئاسة في مصر لم يكن خبرا مفاجئا، فقد كان الجميع يتوقعه، وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من إصدار قاض مصري الحكم بإعدام المئات من الإخوان المسلمين، وقد أثار الحكم ردود فعل قوية. الأهرام المصرية عنونت الخميس بالفيديو السيسي مرشحا للرئاسة، ونقلت عنه قوله لا تصفية للحسابات ولا إقصاء لأحد، ومصر لن تكون ملعبا لأي طرف، بناء الدولة واستعادة هيبتها، وسأظل أحارب لإخلاء مصر والمنطقة من الإرهاب. وعنونت الحياة اللندنية الجمعة وترشح السيسي مفجرا الفرج والكرب. واختارت الشرق الأوسط اللندنية هذا العنوان: السيسي يترشح رسميا لرئاسة مصر، تعهد ببناء دولة حديثة ديمقراطية. القدس العربي عنونت: السيسي مرشحا للرئاسة، نمد أيدينا للجميع في الداخل والخارج. النهار اللبنانية: السيسي خطوة أولى إلى الرئاسة ومرة أخيرة بالزي العسكري. في قضية الحكم بإعدام المئات من الإخوان المسلمين في مصر، كتبت النهار اللبنانية الثلاثاء: أكبر حكم بإعدام جماعي في تاريخ مصر الحديثة. وعلقت القدس العربي في افتتاحيتها: مصر طابور الإعدام الطويل. وكتبت الأخبار اللبنانية: بلطجة قضائية مصرية. وكتب حمدي رزق في المصري اليوم: أخي جاوز المستشارون المدى. يا سيادة النائب العام، لقد جاوز المستشارون المدى في العقوبة، فحق الطعن أن يحمد. فلا نشكك في القرار ولا في المستشار، ولكن لا بد من تمتين الحكم بالطعن عليه قبل فوات المدة القانونية. طبعا التركيز على الرئاسة، ترشح السيسي للرئاسة، لم تكن هناك مفاجأة كما تقول الصحف. بالتأكيد لم يكن هذا الأمر مفاجئا، ولكن ما كان ملفتا للنظر أن خطابه كان قصيرا للغاية، واتسم ملامحه خلال إلقائه بالجدية الصارمة، لم يبتسم مرة واحدة. إنما ما يعنيني كصحفي هنا أن تكون المعركة بالغة النزاهة وفيها من التوازن والموضوعية، بحيث يكفل حقوق أي مرشح آخر، لأننا في ديمقراطية وليدة ينبغي أن تثبت مدى مصداقيتها. إنما هناك أمران سريعان سألفت النظر إليهما، وهو ما جاء في التواصل الاجتماعي وصفحاته من تهديدات بالفعل لهذا الرجل الذي له شعبية طاغية، ليست فقط في مصر ولكن في العالم العربي ربما بشكل متوازن. إنما هل هذا هو رأيك أو ما كتب في المواقع التواصل الاجتماعي يعني؟ لا، هذا ليس رأيي. هذه التهديدات التي وجهت له على هذه المواقع تعتبر أمرا شائنا. نبيلة، طبعا الصحافة البريطانية يبدو تجاهلت الموضوع، لم تتحدث عنه إلا من خلال الخبر فقط، يعني نقل خبر سريع، ليس كذلك؟ كان هناك تحليل لشخصية السيسي وسيرة حياته
وهذا رجل بعد 9 أشهر فقط من الإطاحة برئيس انتخب ديمقراطيا، وهو الذي عين السيسي قائدا للقوات المسلحة، والآن هذا الرجل يود ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية. فالصحف تساءلت من هو هذا الرجل، هل سيكون رئيسا قويا في مصر كالرؤساء السابقين الذين كانت لهم خلفية عسكرية، وهل ستفقد الثورة الأصلية فوائدها بانتخاب أو ترشيح السيسي لنفسه، خاصة أنه أصدر الأوامر بقتل خصومه خاصة من الإخوان المسلمين، ويأتي هذا على خلفية حكم الإعدام على 100 الأشخاص. دكتور محمد، يعني يتزامن ذلك، يعني الإعلان عنه جاء لم يكن مفاجئا ولكن توقيته في يوم الأربعاء عندما أعلنه، مع قضية الحكم بالإعدام على المئات من الأنصار الإخوان المسلمين يعني هل هناك ربط، هل هناك علاقة بين الاثنين؟ يعني بعض المراقبين يعتبرون أن العلاقة كانت في الحكم الجماعي بعد ذلك ترشيح السيسي على أمل أن يؤدي فوز السيسي رئيسا إلى سماح رئاسي أو عفو رئاسي عن هذه المسألة، وكأنها جزء من البروباغندا. طبعا المصريون يعني فاجأونا، نظام الحكم في مصر فاجأنا بحالة بروباغندا غير ضرورية، الكلام عن هذا التأليه للزعيم الجديد، هذه المقارنة بين السيسي وعبد الناصر. معروف جدا أنه السيسي يعني يتمتع بشعبية لا داعي لكي يكون الإنسان يعني مبالغ في هذا الردح الإيجابي بشكل أو بآخر. ثانيا، ملاحظة مهمة جدا في سعي السيسي منذ أن بدأ رحلته حتى الآن هي مسألة مكافحة الإرهاب، ليس الديمقراطية، ليس الحريات، ليس كل ذلك، هي مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب هي مطلب مصري، هي مطلب عربي، هي مطلب دولي حاليا، وبالتالي تحت هذا السقف مقبول كل ما هو ما تكلمت عنه زميلتنا من أعمال قمع واضطهاد وكل ذلك. طيب، أعتقد أن ذلك ضروري على طريق رئاسة السيسي، عندما يأتي رئيسا هناك طبعا صفحة أخرى. طب دكتورة خولة، يعني من خلال قراءتك أنا لاحظت أيضا أن يعني لم يكن هناك تحليل فقط بالإشارة إلى خلفيته للسيسي، ولكن الحديث أيضا في الصحافة على أن هذه عودة إلى الحكم الأوتوكراتي، الحكم الفرد الواحد، فهل هذا هو الانطباع الذي كتبت عنه معظم الصحافة خاصة خارج مصر؟ يعني الصحافة بشكل عام الملاحظ عرفان أن هي انقسمت، خاصة الصحافة العربية، أنا يعني بالتحديد هذه المنشطات العريضة للزعيم القادم، كل صحيفة بخلفيتها الانقسام السياسي اللي حصل في المنطقة العربية خاصة خلال السنوات الأخيرة انعكس بذلك بشكل واسع على الإعلام والصحافة. يعني الموقف لم يعد موقف من بلد عربي بحجم مصر وانتخابات قادمة للرئاسة، وإنما بالتقسيم الأدوار في المنطقة العربية انعكس على الصحافة العربية. صحافة تمجد كما تفضل الزملاء وتقول أن هذا الزعيم وهو يملك شعبية واسعة في مصر بالتأكيد، وتمجد فيه ولا تناقش تفاصيل عودة النظام العسكري إلى مصر أو عودة الجيش إلى الحكم بشكل أو بآخر، ولكن وصحافة أخرى تثير بعض التساؤلات أيضا غير الواقعية، يعني كل يأخذ موقف سياسي أكثر موقف آخر، وغطت المسألة بشكل كبير يمكن على الأحكام الصادرة بحق أعداد كبيرة يصل عددها إلى 600 بالإعدام التي وجهت باستنكار عالمي خاصة من الأمم المتحدة لمخالفتها الصريحة للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هناك انتقادات للسيسي بمعنى أنه لا يوجد تأليه كامل. لا، هناك انتقادات، الانتقادات معروف من صاحب الانتقادات وأصحاب أجندة سياسية، أصحاب فكرة سياسية معينة، سواء كانوا إخوان قريبين من الإخوان أو 7 أبريل أو كل ذلك. لكن إذا تابعنا الفضائيات المصرية هناك حالة، ليس هناك حالة نسبية، هناك حالة مطلقة لهذا النبي القادم. الشعب المصري معه الأوفر دوز اللي يمنح لهذا المرشح
تضر بالمرشح أكثر من تدعم هذا المرشح. سيدي، هل تبعت ما قالته محطة التلفزيون الرسمي المصرية من أنها تتعهد بالتزام الحياد والموضوعية إزاء كل المرشحين؟ بعد كلمة السيسي مباشرة كان هناك بروفايل عن حمدين صباحي والوقت المخصص، وتم إدانته من قنوات أخرى اعتبرت أن هذا ويجب طرد المدير أيضا في أعتقد أنه خطأ يا سيدي. طيب هناك مجال مساحة كبيرة للحرية في مصر الآن، بحيث أنك تسمع الرأي ونقيضه في نفس الوقت. ننتقل الآن إلى موضوع آخر. نقلت الصحف العربية أخبار انعقاد القمة العربية في الكويت وعكست الخلافات والانقسامات بين الدول الأعضاء، وأبرزت بعض العناوين ما ورد في بيان القمة والسقف المنخفض للإنجازات. أما الآراء فعبرت عن خيبة أمل من النتائج وعدم قدرة القادة العرب على حل خلافاتهم. الحياة اللندنية عنونت الخميس قمة الكويت سقف منخفض للإنجازات ومقعد استثنائي للمعارضة السورية. القدس العربية عنونت إعلان الكويت 20 مطالبة، 6 تعهدات و3 إدانات و9 مساندات للقادة العرب. المعارضة السورية البيان إضاعة للوقت، ودمشق لن يغير من عزمنا والشارع محبط. الشرق الأوسط اللندنية ختام قمة الكويت بخريطة طريق لإنهاء الخلافات، دعوة لمقاومة الإرهاب والطائفية ووقف الترويج للأفكار المتطرفة. في الآراء كتب شفيق ناظم الغبرة في الحياة اللندنية الخميس: القمة العربية تساؤلات في ظل المأزق. وكتبت القدس العربي في افتتاحيتها يوم الخميس: إعلان الكويت نهاية دبلوماسية لتقبيل اللحى. بينما كتب راجح الخوري في النهار اللبنانية تحت عنوان القمة الكويتية وطوفان النكبات، وكتب أحمد جار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية: عربان كلام في كلام، إنهم أمة كلام لا أكثر ولا أقل، تركوا الفعل لغيرهم وتمتعوا بأن يكونوا مجرد رد فعل، وحتى في هذه هم رد فعل شفوي. إذن خولة، كل ردود الفعل لاحظنا في الآراء كانت سلبية تجاه القمة العربية، وهذا ليست المرة الأولى. نعم، هي ليست المرة الأولى ولا أعتقد أنه ستكون الأخيرة، ولكن الملاحظ بعض القضايا التي تطرقت لها الصحف العربية أعتقد مهمة جدا. أن التحولات التي حدثت في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة لم تنعكس على القمم العربية، بمعنى أنه لا زالت القمم تسير وشعوب والنظام الاجتماعي والبشر العرب في حالة غليان مختلف، يعني كأنه هناك أمر يحدث في الشارع العربي لم ينعكس بشكل أو نقاش أو حوار، لم ينعكس بشكل أو بآخر على القمة العربية. الانقسامات هي موجودة دائما، فالصحف لم تتطرق لها. قضية تأييد القضايا الرئيسية، القضية الفلسطينية، ثم دعم الحكومة اللبنانية التي تشكلت بعد 6 أو 7 شهور، الذي أعتقد أنه يعني بشكل أو بآخر البعض حتى الصحف العربية انتقدت ذلك، أن هل يعتبر ذلك إنجازا يعني. ثم مسألة محاربة الإرهاب، لم يعرف الإرهاب، لأنه الإرهاب في أشكاله المختلفة، والصحف العربية وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي كان السؤال العديد من على تويتر وفيسبوك، يعني وصل إلى حد السخرية من الزعماء: أين أنتم من شعوبكم؟ وأيضا أن السؤال تتحدثوا عن التحولات ولا تعكسوها، هل هناك تحول؟ يعني كلام أحمد جار الله لما كتب كلام بكلام، يعني عرب عربان كلام بكلام، يعني هل هذا دقيق؟ وأن حتى لم تناقش القمة المثير، أنها لم تناقش بعض الانقسامات الأخيرة، يعني تعقد في الكويت وهناك انقسامات حصلت مؤخرا ضمن مجلس التعاون الخليجي لم تناقشها، وكأن يعني كأنه الملفات الساخنة صعبة لنضعها جانبا كالعادة، ولا نقف على بعض القضايا السريعة. طب حسني، يعني الصحف الكويتية كمان هل كانت بنفس الاتجاه أم أنها فعلا جملت من القمة واعتبرتها إيجابية؟ أعتقد سيدي ينبغي أن نكون واقعيين. بالتأكيد الصحف الكويتية والعربية المنصفة وغيرها بترى أن هذه القمة تمثل نجاحا إيجابيا للدبلوماسية الكويتية التي عقدت خلال عام واحد 4 مؤتمرات خاصة بالهم والشأن العربي، ولكن نتائجها كلها كما تقول الصحافة سلبية. سقف التوقعات مرة أخرى
نحن نعيش في واقع عربي، هذا انعكاس للواقع العربي الذي نعيش فيه. وأعتقد أن موضوع الخلافات العربية سيدتي طرقت في كلمات مختلفة لعميد الدبلوماسية العربية أمير دولة الكويت في خطابه الافتتاحي، وتطرق إليها أيضا الرئيس المصري، وتطرق إليها غيرهم، ولم يكن هذا هو مجال إثارة الموضوع على النحو الذي تتطلبيه، لأن هذا الأمر ينبغي أن يحل بدبلوماسية هادئة. ولو تابعتي حضرتك ستري أن البيان الختامي والتعهدات الكويتية بأنها ستواصل مهمتها لتسوية هذه الخلافات التي ليست في مصلحة الدول الخليجية أو العربية. وضحت الصورة. طيب دكتور محمد، يعني أيضا لاحظت أن هناك في مبالغة في الانتقاد في خاصة في الآراء في الصحف العربية لهذه القمة، هل يعني تتفق معها؟ هل يعني يجب أن يكون هذا الأمور بهذا التحليل؟ فعلا هناك مبالغة. ماذا كان ينتظر من القمة العربية أو أي قمة سابقة؟ كما أشارت الأخت هولة، يمكن القمة هي احتفال أساسا. الجامعة العربية جامعة الأنظمة العربية، جامعة الدول العربية، الدول الشعوب العربية، المجتمعات، المجتمع المدني، غير معني مؤسساتيا قانونيا، غير معني بذلك. القمة هي قمة الرؤساء يجتمعون وينفرط الاجتماع دون كثير تداعيات على يوميات الفرد العربي. طبعا أنا يعني حضرت مجموعة من القمم العربية. الهم الأول في القمم العربية هو من يحضر على أي مستوى، من غاب، من قام على أيام القذافي يعني بكل هذه القصص. في محاولة تدوير زوايا ويعني تبويس لوحة، بمعنى أنه نمر اليومين على خير وخلص نشوف أشياء أخرى. يعني لا أعتقد، لا أحيانا أن أتساءل لماذا تستقتل الدول العربية على استضافة القمة. حاليا كانت هي الإمارات انتقلت إلى مصر، أو قدمتها الإمارات لمصر. لا أعرف أي حدث، هو حدث احتفالي، حدث في كاميرات وفي أضواء وفي صحافي، لكن أي قرارات ممكن أن تؤخذ يعني. والملاحظة الأخيرة أن كل ما يسمى الربيع العربي حتى الآن لم يتداعى القمة. القمة ما زالت في تبدلت الوجوه، لكن السلوك واحد وحتى النتائج واحدة. طب نبيلة، يعني الصحف البريطانية ربما الغربية كلها لم تتطرق إلى ذلك بشكل من التفصيل، هل هناك تجاهل للقضية؟ الصحف نقلت شعار القمة التضامن من أجل المستقبل، ولكن بدت الانقسامات في القمة. وكما قالت الدكتورة خولة، السياسة في العالم العربي دائما معنية بالانقسامات الدينية والأيديولوجية وغيرها، وأخيرا حول الربيع العربي. وما ذكره المعلقون في الصحف الغربية هو أن الحرب الباردة قد تنشب في العالم العربي. كان في الماضي هناك خلاف بين المؤيدين للسوفييت والمؤيدين للغرب، وهذا انعكس في النزاع الإسرائيلي والفلسطيني والحرب العراقية الإيرانية. وفي الآونة الأخيرة كانت هناك انقسامات حول أو بين مؤيدين ومخالفين للربيع العربي، وهذا ينظر إليه كجزء من الكتلة العربية، بينما دول أخرى كالسعودية والإمارات ومصر تعتبر مناوية للثورة العربية. الشعار هو حول التضامن، لكن هناك انقسامات في القمة. خولة، يعني دكتورة خولة، يعني الأمم المتحدة ربما لا يمكن تشبيهها بالجامعة العربية ولا بالقمم العربية. هل هذه الصورة أيضا يعني يمكن نقلها إلى الأمم المتحدة بأنها أيضا لا تحل الخلافات إلا عن طريق مجلس الأمن؟ يعني الأمم المتحدة على الأقل، وليس دفاعا عن الأمم المتحدة، ولكن على الأقل استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تصل إلى العديد من القرارات. كثير من القرارات طبقت حتى على صعيد الربيع العربي الأخير، يعني ما يسمى بالربيع العربي، فيما يتعلق بليبيا، فيما يتعلق باليمن، كلها اتفاقات وصلت إليها الأمم المتحدة، استطاعت أن تنهي النزاع بشكل أو بآخر. أنا أدرك أن ومن هنا على الجامعة العربية أن تنقل دائما خلافاتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. سيدتي، حلت الأمم المتحدة مشكلة سوريا؟ لا، بالتأكيد لا لا زالت هناك العديد من المشاكل. كما أقول، يعني هي ليست كل شيء، ولكن
استطاعت الأمم المتحدة أن تأخذ بعض القرارات المتقدمة عن الحوار الكلامي. طيب، نشرت الصحف خبر زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة العربية السعودية التي بدأت الجمعة وسط توتر في العلاقات بين البلدين، وعلق بعض الكتاب بأنها زيارة لرأب الصدع، وأن أوباما يسعى لطمأنة الحلفاء بشأن القضايا الخلافية وخاصة إيران وسوريا والقضية الفلسطينية. وتفاجأت الصحف بخبر اختيار الأمير السعودي مقرن وليا لولي العهد في السعودية عشية زيارة أوباما للرياض. في الشرق الأوسط اللندنية الجمعة، البيت الأبيض للشرق الأوسط مصالحنا الأساسية متطابقة مع السعودية، وكتبت راغدة درغام في الحياة اللندنية الجمعة تحت عنوان زيارة أوباما نصف تفاهم على إيران وخلاف في سوريا. وعنونت الصحيفة ذاتها الأربعاء ملفات محادثات أوباما في السعودية الأولوية لأمن الخليج ومكافحة الإرهاب، وكتب عرفان نظام الدين في الحياة الاثنين أوباما في السعودية ملفات ساخنة، من المفيد أن يأتي الرئيس أوباما إلى المنطقة وإلى السعودية بالذات في هذا الوقت العصيب والحرج حتى يستمع مباشرة إلى الحقائق الكاملة. وكتب عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط اللندنية الثلاثاء أوباما في زيارته للرياض العلاقة السعودية الأمريكية تكاد أن تكون الوحيدة الثابتة في المنطقة، وقد اعتاد الطرفان على الأزمات بينهما والتي تمتحن هذه العلاقة وليس عهد أوباما بالاستثناء. في المصري اليوم كتب عزة القمحاوي الحقبة الأمريكية انتهت وأوباما قادم ليسمع، بات واضحا أنه أول رئيس أمريكي يأتي إلى المنطقة ليسمع لا ليتكلم، ويملي شروطا كما اعتاد الرؤساء الأمريكيون منذ سبعينيات القرن العشرين. وكتب راجح خوري في الشرق الأوسط الجمعة تحت عنوان محادثات حاسمة. إذا نتوقف لفترة وجيزة ثم نتابع بعد هذا الفاصل بقية هذه المواضيع، ابقوا معنا. عالمك، صورك، رؤيتك. رأيك. شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل معها العالم. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا مجددا إلى برنامج سبعة أيام. دكتور محمد، أنت كتبت عن موضوع زيارة أوباما في فبراير وتوقعت، يعني حللت الخلافات بينهما، هل يمكن فعلا أن تحل الخلافات بهذه الزيارة؟ لافت أولا يعني حل الخلافات تأتي عن طريق الدبلوماسيين وكبار الدبلوماسيين، عادة الرؤساء والزعماء يلتقون من أجل يعني التقاط الصور وبعض التفاصيل التقنية. الواضح أن الولايات المتحدة تغيرت ليست فقط لأنها انتخبت رئيس اسمه أوباما وأعادت انتخابه بشكل أو بآخر، تغيرت لأن مقاربة الولايات المتحدة للعالم سواء كان في أفغانستان في العراق في سوريا في مصر في كل هذه المناطق تبدلت عن الإدارة السابقة، وتبدلت ليس فقط لأنه هناك مزاج أوبامي، لأن الولايات المتحدة تغيرت. والدليل على ذلك أن قرارات أوباما كانت دائماً ترفض وتدعم من قبل CIA، من قبل الأركان، من قبل الأمن، من قبل الخبراء الاستراتيجيين. بهذا المعنى أن الولايات المتحدة تغيرت، المملكة العربية السعودية شعرت بذلك، وعليها بشكل أو بآخر أن تتصالح مع هذا التغيير. لا أعتقد أن الزيارة ستغير شيء. الزيارة
ستكون لتأكيد الثابت أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقة استراتيجية. وأنا كنت في الرياض قبل شهر، هم يؤكدون ذلك، وهم دائما حتى في التلميح عن إمكانية فتح يعني علاقات جديدة مع روسيا يعتبرون أن ذلك يعني غير ليس هناك مصداقية، حتى روس لا يصدقون ذلك. وأن الولايات المتحدة أيضا حريصة على طمأنة المملكة العربية السعودية، لكن مع ذلك لن تعود علاقات كما كانت. هناك حالة توتر، هناك مقاربات مختلفة. انظر في الشأن السوري، انظر في الشأن العراقي، انظر في الشأن المصري مثلا. طيب، مجموعة الخلافات. طب نبيلة، يعني في ديفيد إغناتيوس في واشنطن بوست تحدث بأن هذه الزيارة قد تؤدي إلى تغيير واضح في موقف الولايات المتحدة وأوباما بشكل خاص تجاه سوريا، يعني أنه يزيد الدعم السري للمعارضة السورية. هل هي ستكون هذه من ثمار هذه الزيارة؟ أعتقد أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو طمأنة السعودية بأنها لا تزال حليفا تاريخيا لأمريكا، ونحن نتحدث عن الدول العربية المؤيدة للغرب، والسعودية كانت دائما من مؤيدي الغرب خاصة أمريكا. والقصد من هذه الزيارة هو التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب السعودية. رأينا في الآونة الأخيرة تقاربا في العلاقات بين إيران وأمريكا، وهذا أزعج السعوديين. ولكن أوباما الآن يقوم بهذه الزيارة ليتحدث عن العلاقة الإيرانية وعن سوريا وعن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وزير خارجيته جون كيري زار المنطقة مرات عديدة، ولكن أوباما لم يقم بهذا القدر من الزيارات، ولذلك فإنه يود أن يؤكد أن سياسته الخارجية لا تزال في طريقها. دكتورة خولة، يعني أيضا في الفاينانشال تايمز هناك مقالة تتحدث يعني تحليل واسع كتب حول المملكة العربية السعودية، هو ليس تزامنا مع زيارة رولا خلف كتبته بالفعل. السؤال هو يتحدث عن أن هناك المملكة العربية السعودية تشعر بقلق بسبب الربيع العربي والصعود التيار الإسلامي، وأنها الآن تتصرف بشكل عدائي حسب قولها دوليا، يعني بمعنى أنها تتخذ مواقف عدائية حسب كلام الصحيفة فيما يجري في سوريا بالنسبة لحلفائها مع الولايات المتحدة. يعني التحليل ليس الأول، منذ فترة وهناك حديث أن المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لديهم بعض القلق تجاه ما يحدث من تحولات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأعتقد أنه موقف الولايات المتحدة من بعض دول ما يسمى بالربيع العربي، وأنا يعني أقول ربيع عربي بكثير من الحذر، ولكن موقف الولايات المتحدة المختلف من دولة إلى أخرى، التباين في ذلك أيضا انعكس على التباين في موقف المملكة العربية السعودية. موقفها من مصر مختلف من موقفها في سوريا، مختلف عن موقفها في تونس، وهناك لا يوجد نظرة موحدة للقضايا. أعتقد زيارة أوباما كما قال الزملاء تأكيد على كما حتى تحدثت العديد من الصحف رغم كل القضايا التي طرحتها رولا في فاينانشال تايمز، ولكن تأكيد على أن زيارة أوباما الأولى عندما تولى الرئاسة كانت المملكة العربية السعودية قبل مصر، قبل خطابه الشهير في جامعة القاهرة. إذن ليعيد التأكيد على أن هذا التحالف المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة هو تحالف تاريخي وأساسي، ورغم كل قد يكون خلافات في وجهات النظر أو خلافات أساسية في بعض القضايا، سيبقى هذا التحالف موجود رغم كل ذلك. وللتأكيد على أن يعني، وأنا أيضا أؤيد موقف دكتور محمد، أنه لن تخرج هذه الزيارة، يعني لن تكون هي الحاسم في الموقف السعودي الأمريكي، ولكن تأكيد على ذلك التحالف التاريخي. طيب حسني، العناوين يوم الجمعة طبعا معظمها عن السعودية، الأمير مقرن وليا لولي العهد، هل لها علاقة بهذه الزيارة؟ يعني جاء الإعلان عشية زيارة أوباما. أعتقد أنه من قبيل المصادفة، ولكن هذا أمر شأن داخلي سعودي بيؤكد على مدى حرص المملكة
على الاستقرار الداخلي، وبتوجه رسالة للعالم الخارجي أن هذه المملكة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية من حيث استقرار بلد استراتيجي مهم، محور اعتدال وركيزة من ركائز المنطقة، من حيث وجود نوع من المحور الاعتدال الرئيسي، بالإضافة إلى مصر، بالإضافة إلى دول الخليج الأخرى. إنما هذا الأمر كان له صدى إيجابي كبير داخليا في المملكة، كما لاحظت من خلال متابعتي ليلة أمس واليوم لهذا الإجراء. ولكن تتحدث أنها صوت الاعتدال، لكن هناك من يرى عكس ذلك. لا، كل إنسان له الحق في اتخاذ موقفه بناء على المعطيات الموجودة. أنا من خلال المعطيات والتاريخ والمتابعة المستمرة للأمور منذ عقود طويلة، أرى أن سياسة المملكة العربية السعودية دائما تتسم بالاستقرار والاعتدال والنبرة الهادئة في تناول القضايا. عندما تكون الحاجة مطلوبة لرفع الصوت، المملكة بتتحدث بصوت يتسم أيضا بالجرأة في قضايا مثل سوريا، مثلما موقفها في القمة العربية عندما طالبت بإعطاء مقعد سوريا للمعارضة السورية. بالنسبة لزيارة أوباما سيدي، هذا امتداد لعلاقات تاريخية طويلة، والمصالح الاستراتيجية والأمنية وغيرها، وقد اختبرت هذه العلاقة من خلال أحداث كبيرة مثل أحداث 11 سبتمبر، مثل الوضع الحالي في سوريا، مثل مصر وغيرها. ومن مهم لمصلحة البلدين أن يكون هناك لقاء على مستوى القمة لإجلاء أي مواقف ربما فيها غموض أو محل انتقادات من هنا أو هناك. وأعتقد أن النتيجة ربما ستخرج أوباما من خلال كونه دوميستيك بريزيدنت إلى أنه يبدي أكثر اهتماما، كما تفضلت الزميلة العزيزة، بأنه يكون رئيس أيضا يهتم بالشؤون الخارجية والدولية. دكتور محمد، يعني طبعا لم نسمع أصوات ولا آراء من سوريا أو من إيران أو من أنصار إيران وسوريا حول هذه الزيارة. ربما هناك يكون هناك قلق، هل سيكون لها تأثير لهذه الزيارة على التحالف الذي يقال الجديد مع إيران أو تقارب الأحرار؟ لا أعتقد ذلك. أولا هناك شيء يحصل بين إيران والولايات المتحدة، نعرف شيء ولا نعرف الباقي. هناك يعني أوتوستراد فتح اسمه المفاوضات، والمفاوضات فقط، المفاوضات المدعومة بين وقت وآخر ببعض التصريحات النارية التي تأتي إما من جون كيري أو من أوباما. المنطقة يجب أن تعرف أن هذا هو الدستور الجديد، هي علاقات جديدة بين واشنطن وطهران. ممكن أن تؤثر الزيارة في نوعية المقاربة الجديد بالولايات المتحدة في الموضوع السوري، ويبدو أن المقاربة بدأت، يعني في كلام جديد عن، وقالوها الأمريكان، أنه عن تسليح من نوع جديد أو عن مقاربات من نوع أخرى. ممكن يعني أن نفهم الحركة في الشمال أو الحركة في الجنوب بسوريا جزء من هذا النوع. أنا لي ملاحظة فقط على موضوع الأمير ميغرين. كان بإمكان المملكة العربية السعودية، الأمر ليس هناك عجالة طارئة، يعني أن تؤجل هذا القرار إلى ما بعد الزيارة، والزيارة خلال أيام. لكن أنا أرى هناك توقيت، هناك رابط في التوقيت، هي رسالة لكل هذا العالم ولواشنطن والولايات المتحدة أن هناك استقرار في الحكم في المملكة العربية السعودية، وأنه لا ضرورة لاختراع سيناريوهات داخلية حول توترات معينة. وبالتالي كانت مفروض أن تأتي عشية هذه الزيارة. إذن طب لننتقل إلى موضوع آخر، ولا يزال هو سر ولغز بالأحرى، لا تزال أزمة الطائرة الماليزية المفقودة التي أعلنت السلطات الماليزية عن سقوطها تشغل اهتمام الصحف والإعلاميين، ولا يزال سر أو لغز اختفائها يحير الجميع، ودفع بعض الكتاب إلى تساؤل بعين الشك والريبة حول أسباب الاختفاء، وسلطت الأضواء على قائد الطائرة وحالته النفسية وأداء الحكومة الماليزية في معالجة الأزمة. تساءل سمير عطلة في الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء مما تخاف ماليزيا، لماذا تعطى كوارث الجو أهمية أكبر من سواها، لأنها قليلة والحمد لله، ولست أشك لحظة أن مسؤولي الطيران الماليزي كانوا يفكرون طوال الوقت فيما آلت إليه مصائر الشركات الكبرى التي تعرضت لكوارث متعددة.
وفي نفس الصحيفة كتب عبد المنعم سعيد تحت عنوان سر الطائرة المخطوفة، ما هي أو ما هو سر اختطاف الطائرة أو MH370؟ سؤال لا يمكن تركه معلقا، وربما لن يمكن الإجابة عنه إلا إذا باحت الولايات المتحدة وشركة بوينغ بكل ما لديها من معلومات حول الموضوع. وتساءلت الحياة اللندنية الثلاثاء، هل كذبت السلطات الماليزية بشأن مصير الطائرة المفقودة؟ وعلقت الواشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها رد ماليزيا بشأن الطائرة يفضح علة الحكم. تصريحات رئيس الوزراء الماليزي حول اختفاء ونهاية أزمة الطائرة الماليزية كانت غامضة ولم تقل كثيرا عن أسباب وكيفية اختفائها وسقوطها. وفي الاندبندنت البريطانية كتب أدريان هاملتون أقارب ركاب الرحلة MH370 الماليزية عوملوا معاملة مفزعة. نبيلة، طبعا الآراء يعني هذه الطائرة واختفاء هذه الطائرة لا تزال تشغل اهتمام الصحافة العالمية والعربية على حد سواء. ما هو الانطباع الذي خرجت به هذه الصحافة؟ الصحافة اعتبرتها مأساة واعتبرتها أيضا أمرا غامضا، والصفحات العديدة في الصحف وأوقات طويلة في قنوات التلفزيون العالمية كرست لتغطية هذا الخبر استنادا إلى معلومات ضئيلة للغاية، ما أدى إلى أن يتكهن بعض الركاب عن مصير هذه الطائرة وركابها. وكان التركيز على زوايا مختلفة، البحث عن الطائرة، القلق والألم. الكثيرون من خبراء الطيران سئلوا عن أسباب اختفاء طائرة عن وجه الأرض في عهد حديث كهذا، ولكن يبدو أن الركاب لم ينجوا من هذا الحادث، والآن تم توجيه التركيز إلى تعويض أسر العائلات والحديث عن مستقبل صناعة الطيران بصفة عامة. دكتورة خولة، يعني بعض الصحف الآن تتحدث عن قائد الطيارة والشكوك تحوم حوله، بعض الآراء وفي صحيفة التايمز تتحدث عن حالته النفسية وأن زوجته هي تحمل سر هذه الطائرة ومصيرها. يعني المثير في مثل هذه بعض الحوادث المشابهة أن الحديث يبقى دائما يعود إلى الطيار وإلى حالته النفسية وظروفه. نظرية المؤامرة تدخل على الخط هنا للحديث عن أنه قد يكون الأمر أكبر من ذلك، ومصالح كبرى، شركات كبرى، قضايا أخرى تدخل في الأمن الدولي، في السياسة إلى آخره. يعني مثل هذا الحديث وهذه التغطية وترك المجال للشبهات كما تحدثت نبيل عن speculations، محللين إلى آخره، لا يوجد في هذا الزمن بهذا التطور في التكنولوجيا وإلى آخره أن تتوقع أن الطائرة في 7 أيام الأولى لم نعرف أي شيء عنها. بعد ذلك بدأ يقال عن قضايا أخرى، مؤخرا بدأ الحديث عن الطيار وانفصاله عن زوجته وزوجته تحمل السر إلى آخره، وكأن الأسهل لنعود إلى الطيار ونعطي ونحل المشكلة هناك. يعني الطيار يتحمل مسؤولية، كانت لديه ظروف نفسية سيئة كما حدث في حوادث أخرى. يعني الطائرة المصرية من نيويورك، قيل أنه الطيار قال الله أكبر أو إلى آخره. يعني يبقى هناك تساؤلات، وستبقى أنا في رأيي هذه القضية غير محلولة كما العديد من الألغاز التي حدثت في العالم، لأن هناك قد يكون هناك كما قلت نظرية المؤامرة مصالح كبرى. طب هذه المصالح، الآن بعض الكتابات عبد المنعم سعيد يتحدث عن أن السؤال ربما يكون عند الولايات المتحدة وشركة بوينغ. نعم، وأعتقد أنه من قبيل عدم الوضوح والتخبط القائم، سواء لا ينبغي توجيه اللوم إلى شخص معين، إلى ماليزيا أو إلى أي شيء، لأن الموضوع عبارة عن غموض مأساوي درامي، مسلسله
كل يوم يتكشف أنه في لا الطيارة موجودة في المنطقة الفلانية، لا بعد شوية 100 ميل من المكان دوت. كل هذا يوضح مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية، وإلى أن يتم اكتشاف الصندوق الأسود الذي سيحوي كل الأسرار والمكالمات الأخيرة سنظل في إطار هذه التكهنات والتخبط. أنا لا أوافق الأستاذ عبد المنعم سعيد مع احترامي لأنه يوجه اللوم لأمريكا أو لبوينغ. لا، ينبغي أيضا أن نذكر أن هناك 25 دولة مشاركة في البحث عن هذه الطائرة، سواء بساتلايت، أقمار صناعية، أجهزة استخبارات، أستراليا جندت سفن في البحر. كل هذا يوضح مدى خطورة وغموض المسألة، بحيث أنه بعد أكثر من أسبوعين أصبحت العملية ربما فيلم سينمائي درامي يحتاج إلى مخرج يقنعنا في النهاية بالنهاية السعيدة. للأسف ما فيش نهاية سعيدة بما هو اللغز بالضبط. طيب دكتور محمد، يعني قرأنا افتتاحية واشنطن بوست كانت متحاملة على ما يبدو منتقدة بالأحرى للحكومة الماليزية. ملاحظة أولى أنه نحن نعيش في القرن 21 ولدينا انطباع أننا نعيش في عصر العولمة والتقنية القصوى، وأننا تحت المراقبة، وأنه كل شيء تحت الأندر كنترول. وفجأة نكتشف أن الأمور لا ما زالت بشرية إنسانية، طائرة تختفي ودول تفتش عنها، وهناك طبعا حالة فانتازيا رومانسية حول إما الصينيين خطفوها، إما انتحر فيها وطلع إسلامي، أما مساعد الطيار عنده مشكلة مع خطيبته. بالتالي شيء مقلق جدا، شيء مقلق ليس فقط على مدى يعني على مستوى صناعة الطيران، على مستوى كل هذا الكلام عن الأقمار الاصطناعية، عن حالات التجسس، عن الاتصالات التي حصلت. ثانيا، أن مسألة أوباما في السعودية ليست في الإعلام، ليست مسألة دولية، هي خاصة. مسألة السيسي ليست مسألة دولية. فجأة نكتشف أن طائرة ماليزية تصبح هي الهيدلاين الأول في الصحف العربية والفرنسية والبريطانية والبرازيلية، وبشكل وكأنه العالم يحتاج إلى دراما، يحتاج إلى دراما مشتركة ينسج حول مجموعة من الخيال. ربما اللوم كفيلم لاحقا عن الموضوع كما صحيح. أما لوم الحكومة، هلا اللوم على الكل، لوم الحكومة الماليزية، لوم الأطراف الدول، لوم البوينغ، لوم الشركة، لوم الأقمار الاصطناعية، ممكن يقول يوما ما لوم أنه مسلم وخطيبته تركته زوجته. نعم. تنتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالتواصل الاجتماعي. اهتمت الصحف العربية والدولية بخبر إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجب موقع تويتر ثم يوتيوب، ما أثار ردود فعل قوية، ونقلت الصحف تزامن ذلك مع خوف من العنف عشية الانتخابات المحلية في تركيا. في الحياة اللندنية الخميس، تركيا هواجس أمنية عشية الانتخابات ومحكمة إدارية تأمر بتجميد حجب تويتر. الأخبار اللبنانية، أردوغان يستميت للفوز، أرى رؤوسا أينعت وحان وقت قطافها. وعنونت تشرين السورية أحلام السلطان العثماني تنهار، وزراء يستقيلون وأردوغان ينأى بنفسه باتهام الخارج. وعنونت فاينانشال تايمز البريطانية أنقرة في غضة الخوف من العنف مع اقتراب الانتخابات في الشرق الأوسط الجمعة، أنقرة تحجب موقع يوتيوب بعد بث تقرير مصور لقيادات أمنية كبيرة. في الحياة اللندنية الأربعاء، ترجمة لمقال عن راديكال التركية بقلم كوراي شاليشكان والعنوان أحلام أردوغان، يسعى رئيس الوزراء التركي إلى التدخل في حياة الأتراك الخاصة وفرض رقابة على السكن والاختلاط، وهذا حلم فاشي حري بصاحبه الاستقالة. وكتبت عزة سامي في الأهرام المصرية، أردوغان والتغريدة الأخيرة. خولة، طبعا هذا الموضوع يثير جدلا كبيرا. من قراءتك وكتاباتك كان هناك انتقاد شديد لما فعله أردوغان، والآن يريد حجب يوتيوب. نعم،
قد يكون بعض المضحك في هذا الأمر أنه كل التجارب الأخيرة في حجب الإنترنت، قطع الإنترنت في فترة ربيع العربي، يعني إحنا أحيانا ننظر إلى بعض الأمور ولا ننظر إلى تفاصيل ما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة التي هي المفروض أن تعطي دروس للعديد من الحكام في العالم والسلطات، أن حجب شبكة الإنترنت لم تمنع التواصل، أن إيقاف تويتر لم يمنع تواصل بعض المغردين العرب والبلوجرز إلى آخره، تواصلوا حتى بعد قطع، وجدوا وسائل إلى آخره. أنا لست الضليعة في التكلم، يعني اليوم كثروا الخبراء في التلفزيونات العربية، أنا لست خبيرة في هذا المجال، ولكن أعتقد بمعرفتي وقراءاتي أن هناك قدرة على كسر كل هذه الأمور. إذن يبدو الأمر في بعض الأحيان، خاصة أنه محكمة قضائية في تركيا حكمت بأن هذا القرار، يعني رفضت هذا القرار، وإذا نعتمد على حرية التعبير ففي ذلك انتهاك صريح لحرية التعبير. طب لنرى كيف صور رسامو الكاريكاتير قرار أردوغان حجب تويتر في تركيا. الرسم التالي من الحياة لحبيب حداد، وفيه أردوغان يضرب بمكشة ذباب عصفورا صغيرا يغرد له جالسا على أنفه الطويل. دكتور محمد، أنه يضرب نفسه طبعا، يضرب نفسه في ذلك. طبعا في سؤال كبير حول أنه تقطع التويتر وتقطع اليوتيوب، لكن لا تقطع المعلومة، المعلومة ستصل بشكل أو بآخر. لا أعرف أي صورة يريد أن يقدمها الرجل عن نفسه، يريد، لا أعرف إذا كان نحن بصدد يعني حضور مسرحية إنهاء دوره السياسي، ولكن لماذا بشكل دراماتيكي وبهذا الشكل الغير فاعل الغير ناجح؟ الشريط الذي عرض على اليوتيوب بإمكان إرساله إلى أي جريدة أو أي تلفزيون، وبإمكان بثه سواء في اليوتيوب أو غير اليوتيوب. احيانا نتساءل حول عبقريه هؤلاء الزعماء، واذا كانوا فقدوا نوع من العقالي من الحكمه في اداره حكمه. طب نبيله، يعني عاد هذا الخبر ولا يزال في الصحافه، يعني الصحافه البريطانيه في الصفحات الاولى وفي التحليلات، ماذا كتب عن هذا الموضوع؟ كان هناك اهتمام واسع وكان هناك تاكيد على هذا الخبر، لأنه يحدث في سياق الحملة الانتخابية المقبلة، وبدأ الأمر بحجب تويتر ثم بحجب يوتيوب، وذلك بسبب تسريب شريط فيديو حول ما يحدث في سوريا. وبررت الحكومة التركية حجب تويتر بأنه يمثل خطرا للأمن القومي، والقادة حتى في الدول الديمقراطية يلجؤون إلى قضايا الأمن القومي لقمع الحرية، وأردوغان يمثل على أنه سلطان جديد ربما يبدي قليلا من الخوف والضعف بسبب الانتخابات المقبلة وتأثير ما يحدث على فرص نجاحه في الانتخابات. وربما يجب أن نعود للنظر في إرث أردوغان، إنه رجل سن مزيدا من الحريات والإصلاحات، ولكن مع استمرار فترة حكمه أصبح أكثر سلطة. ولكن يعني حسني، طبعا موضوع الانتخابات الآن تتزامن مع هذا، وهناك حديث في الصحافة البريطانية مثل فاينانشال تايمز تتحدث أن توقعات بحدوث عنف في هذه الانتخابات، وتزامنا مع حجب التويتر واليوتيوب. أعتقد أنه الانتخابات ستكون لها أهمية كبيرة، من حيث أنها ستثبت مدى شعبية أردوغان أم لا، وكما ذكر هو في تصريحات تتسم بالغرابة أنه إذا لم يحرز النصر المطلوب سيختفي من الحياة السياسية وسيقدم استقالته. في الحقيقة قصة أردوغان بالنسبة لي تمثل البطل الذي هوى، النجم الذي سقط من عالٍ، بمعنى أن هذا الرجل كان في العالم العربي في العالم الغربي أصبح نجما كبيرا وبطلا قوميا، امتدت نفوذه وإمكانياته إلى الدول العربية وغيرها، وهذا يثبت بشكل قاطع مدى فشل الإسلام السياسي في تولي الحكم مهما كانت الصورة التي كان يرغب في تقديمها. ينبغي أيضا أن تربط الموضوع
بدوره كدولة سعية للدخول في الاتحاد الأوروبي. هذا وبريطانيا وأمريكا كانت من الدول الداعمة بشدة لذلك. أعتقد أن هذا الأمر أصبح في خبر المنتهي الآن. تحبي تعولي التعليق على ما قيل؟ لا. طيب. إذن لدينا فقرة واحدة وهي رسم كاريكاتيري تحت عنوان بدء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية. يرسم أرمان حمصي في النهار اللبنانية صندوق الانتخابات يستعد لماراثون الرئاسة وقربه الحكم يتحضر لطلقة الانطلاق. وعلى منصة التحكيم لاختيار الرئيس سوريا والسعودية وأمريكا وروسيا وإيران. محمد، اولا يعني بدات مهله دستوريه، واضح جدا من خلال الكاريكاتير انه من يركض هو الصندوق وليس المرشحين، لكن تحت اشراف من يتدخلون في شان انتخاب الرئيس. على الاقل صاحب الرسم حط سوريا والسعوديه وامريكا وروسيا وايران، ويمكن الرسم انتهى هنا في دول اخرى في اكثر من ذلك. طيب خوله، هل الواضح الرسم؟ بالتأكيد أن هناك دول أخرى، وأن الانتخابات الرئاسية بشكل أو ماراثون الانتخابات الرئاسية ليس بشكل مستقل أو منفصل عن تدخلات العديد من الدول. أعتقد أنه لبنان الدولة في الحقيقة لها تاريخ مهم ودور مهم في العالم العربي باعتبارها كانت حاضرة ومهد حريات وديمقراطية. إنما للأسف الشديد الظروف الإقليمية والموضوعية والظروف المحلية داخل لبنان الإثنية وغيرها جعلت البلد في الفترة الأخيرة ربما تعاني من مشاكل كثيرة. إنما أعتقد أن بعد 7 أو 8 شهور من المخاض العسير لتشكيل حكومة تمكنت لبنان من إيجاد حكومة. بالنسبة لموضوع الرئاسة أعتقد أن الأمر ينبغي أن يكون أكثر حسما. طيب. وتثبت فيه لبنان أنها لا تزال الدولة الفاعلة والنابضة والقادرة على حسم أمورها. طيب. بدون أي تدخلات خارجية. نبيلة، تعليق على هذا الرسم؟ أعتقد أنه تعليق مزعج وقاتم بالنسبة لوضع الديمقراطية في العالم العربي. ربما تقدر على تنظيم عملية الاقتراع، لكن لا توجد ديمقراطية تمثل الشعب في ذلك الجزء من العالم، وهذا واضح للغاية. فإذا أخذنا مصر كمثال، عندما يذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع فإنما انتخبوه هو الآن خلف قضبان السجن، وهو هذا عجز لعملية الانتخابية. هذا ما سمح به الوقت ل7 أيام من بي بي سي. نشكر مشاهدينا ومستمعينا على المتابعة، ونشكر ضيفتي وضيفي هذه الحلقة من فريق الإعداد والتنفيذ، ومني لكم أطيب التحيات. شكرا لكم وإلى اللقاء.